اول شيء بنعمل اسفل شوية قبل احنا بنعملها بديل مع بعضنا. هي مكونة اول شيء مي، عنا المي وبقلبه شوية بس فوق التنظيف يعني بس فوق الجلي او شيء. عنا خل، خل ابيض نضيف عليه شوية خل ابيض، خل واحد هذا هذا بتنجان يعني تقريبا بتنجان قوي. وعنا البودرة الكربون، بودرة الكربون هذه ما بنحطها هون، هاي بودرة الكربون نحطها على السكة ونرجع نرش عليها شوي شوي هذه المي مع الخل فيتفاعلوا مع بعضهم، وهيك بتكون هي هذه الكربون مع المي مع الخل بتكسب الوسخ كلياته. ننطر عليهم شي 10 دقايق ونرجع ننظفهم بطريقتنا اللي هي كثير بسيطة، كل العالم بتعرفها هي بتنجي بنقصها حسب طبيعة السكة وبننظف فيها ولا بنشوف كيف بعدنا شوي شوي جديد. هلا هيك عم نصور نحن السكك كيف كلياتهم مصرين وغطرة، هيك هون جوا كيف بيكونوا واقع عليهم بطون، لأنه بعد ما كنا عم نركب عم نزرع الأزاز، هذا أزاز الترابزين زرعناه هون، حطينا مادة خطوط خصوصي لل مثل مادة الإسمنت هي جوا. هلا كلياتها هذي عملت غبرة وقصينا الترابي، فهلا بدنا ننظف فيها السكك كلياتها بنرجع نعبي هون. هلا كيف نبلش نحط البودرة على السكك، نحط الكربون الطريقة هيدي حتى يتفاعلوا مع السكة تشيل الوسخ كلياته هيدا، اوكي هالطريقة هاي. ونرجع نجي لهون نحط عليهم شوي شوي اسفنجة بتفاعل مع الوسخ كليته بفور طبيعي. هلا بتركه لمدة 10 دقايق لحتى يتفاعل مع بعض. هلا هون هيك عم نشوف كيف السكك عم نتركهم بعد ما صار مصور. تبقى فراشات تبقى على الفراشات، تحطوا كربوني هيك هيك نحط الكربوني. هلا ادي على السكة كلياتها امشي انضاف. خلينا نروح على السكة الثانية بعد شوي. هيك صرنا هذي تفاعل هيدا المي مع الكربوني مثل ما عملنا اول وحدة. فيك هيك بتقول عن حظك. وهي سكة التالتة هوني سكك اللون راح دير المي مع الصابون والكربون. اوكي اتركهم فترة حتى ينتقع عن الكربون المصبوط مع السكك حتى يتفاعلوا كل نوع. كليتها وانا راح وقف Yes, I need you.